أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعة خاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، إذ يواصل المنتفضون تظاهراتهم واعتصاماتهم في الساحات والشوارع المختلفة مع تزايد القمع الحكومي والاستهداف الممنهج للمتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات العراقية، لا سيما أعمال الاغتيال وخطف الناشطين في بغداد وكربلاء وبقية المحافظات التي تشهد حراكا شعبيا ثوريا مطالبا بإسقاط النظام. نرحب بداية بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، مرحبا بك. حياكم الله. اهلا وسهلا دكتور. وعبر الهاتف ايضا ارحب بالناشط في التظاهرات السيد علي عزيز. استاذ علي مرحبا بك. اهلا وسهلا، هلا ومرحبا. اهلا بكم. وسوف ينضم الينا ايضا الباحث السياسي والاكاديمي الدكتور حامد الصراف. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونبدا الحوار، كونوا معنا. إذن أبدأ معك أستاذ علي عزيز، الناشط في التظاهرات في بغداد، هل لك أن تصف لنا ماذا حصل اليوم في التظاهرات؟ يعني هناك من يطلق الاتهامات على المتظاهرين وهناك شخص تم تعليقه، يعني ما الذي يجري بالضبط؟ ما الذي يجري؟ طبعا هذا السيناريو من السيناريوهات ميليشيات الأحزاب الحاكمة اللي هي فشلت بكل الطرق أنه تثبتنا سلمية، وهذا كان اليوم يعني يمكن الجزء مسلسلها. فهذا اللي صار اليوم، شخص انه اطلق النار ومن ثم تم رصد بيته من قبل بعض الاشخاص كذلك، ويبدو ان العمليه كلها متطرفه من الشخص اللي اطلق النار الى الاشخاص اللي الذين علقوا الجثه. لكن المعلومات المسربه لدينا سيدي واللي الان يتم التاكد منها ان هذا الشخص قتل على يد الاجهزه الحكوميه، والأجهزة الحكومية هي من قامت بتسليم جثته إلى الأشخاص الذين لم يتعرف عليهم أي من التنسيقيات الذين تجمهروا أمام منزله. فعلى كل تمت هذه العملية، تمت هذه الحادثة البشعة بترتيب مطلق بدرجة 100% من قبل أحزاب ميليشيات وكذلك أحزاب السلطة اللي هي ذاتها، طبعا ميليشيات وأحزاب السلطة هي حكومة المنطقة الخضراء، وبالتواطؤ صارت معهم لأنه كل قطرة دم تسال الحكومة من واجبها أن تحمي المواطن العراق مهما يصل. وكيف كانت ردة فعل المتظاهرين على هذا العمل؟ المتظاهرين ينددون بكل عمل يسلبهم سلميتهم، لأنه احنا ثورتنا وانتفاضتنا هي سلمية وستبقى سلمية برغم عدد الشهداء الذي تجاوز 600 شهيد، نحن باقين سلميين. وهذه المحاولات اليائسه، شوف انت لاحظ الربط. الخميس الماضي ظهر على شاشات التلفاز زعيم احدى الميليشيات الحاكمه ذات الحزب الحاكم في البرلمان وفي السلطه الخميس الماضي، وهدد وحذر من مليونيه الجمعه اللي تلي ذاك الخميس، وقال راح تصير عمليه سفك للدموع، عمليه نهب وكذا. وهذا الخميس تمت هذه المجرى، نحن نتهم ميليشيات الاحزاب الحكوميه بتنفيذ هذه الحادثه البشعه المروعه لسلبيتنا سلميتنا، لكن سلميتنا ستبقى وسنبقى سلميين وسننتزع العراق من افواه هؤلاء القتله. نعم، هو ايضا مخطط معد له مسبقا، يعني كما اكدت لجنه التظاهرات. نعم. كل المخططات الغرف المظلمة هم لا يزالون يجتمعون فيها، وهي قادة الموت وهي قادة الميليشيات اللي هي نفس التي كنا نسميها فرق الموت وفرق الاغتيالات. اليوم فرق الموت تشرعنت وصارت شرعية ودخلت البرلمان من أوسع أبوابها، والآن هي الدولة العميقة وهي اللي تحكم العراق. الحادثة اليوم التي صارت في ساحة الوتبة، هذا الحادثة وشخوص الحادثة بكل اطياف الشخوص سواء عند القاتل او الذين علقوا او الشرطه او القوات اللي كانت الحكوميه، هؤلاء هم نفسهم اللي قتلونا بالناصريه واللي قتلونا بالنجف واللي قتلونا بالبصره واللي قتلونا في ساحه الخلاني لما دخلوا علينا بالرشاشات
وبتسهيل وتوافق من الأجهزة الحكومية الأمنية. نحن نحمل حكومة المنطقة الخضراء والدولة العميقة دولة الميليشيات القاتلة كل قطرة دم تسال في العراق. المتظاهرون يحملون الحكومة وأحزابها دكتور رافع يعني كل قطرة دم تسال في ساحة التظاهرات، هم المسؤولين عنها. يعني هذا المشهد الذي رأيناه اليوم عن هذا الشخص الذي تم تعليقه ومحاولات اتهام المتظاهرين بالانفلات وتوصيفهم بأوصاف ضد سلميتهم وضد المبادئ التي خرجوا من أجلها، كيف تنظر إليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ دكتور سمير، منذ بدء التظاهرات يوم 1 تشرين الأول ولغاية اللحظة تصاعدت يعني أفعال وألاعيب كل قوى العملية السياسية طوال هذه الفترة لمواجهة هذه التظاهرات. بداية كان لديهم القتل، واستمرت هذه عمليات القتل وتطورت هذه العمليات مع القتل، بدأت بالاختطاف والاغتيالات، وشاهدنا خلال هذه الفترة كان واضح جدا أن الأرض التي تحت أقدام كل قوى العملية السياسية بدأت تهتز، وبدأت التظاهرات، بدأت الثورة يعني تأتي بالعالم كله لينظر حالة العراق، مصيبة العراق، كارثة العراق، العالم كله بدأ ينظر لها من زاوية أخرى غير الزاوية اللي 17 سنة ينظرون إليها من خلالها إلى العراق، زاوية الحكومة وماذا تقول الحكومة وبيانات الحكومة والتبنى بيانات وقوى الحكومة، هذه الحقيقة 17 سنة. أما الشعب مغيب طوال هذه الفترة، كلما الثورة أنجزت شيئا، كلما بدأت الثورة تثبت وتتعمق وتتوسع تزداد ألاعيب هؤلاء، وبدأت البيانات والتهديدات، وشاهدنا كل هذه المسائل وصولا إلى يوم الجمعة الماضي عندما الخميس خرجت مظاهرات من الميليشيات، وشاهدنا اللافتات التي رفعت بعثية ما أعرف منه سعودية وكلام داعي كلام واضح يتهمون بها المتظاهرين، والخزعلي وغير الخزعلي يهددون بهذه القضية. وظهرت بعدها يوم الجمعة هذه المجاميع اللي جت للسنك وفعلت ما فعلت، واضح التخادم اللي صار بين قوى أمنية وبين هذه، وفتحوا لها السيطرات ودخلت وارتكبت جريمة يندى لها الجبين، يعني هذه لا من أخلاق العراقيين ولا. طوال هذه الفترة من 1 تشرين لحد الآن الثوار يقولون ويفعلون هذا، يقولون ويفعلون إنه تظاهراتهم سلمية، وهم خرجوا ضد كل هذه المظاهر، مظاهر القتل ومظاهر الدم ومظاهر البوق والسرقة والفساد والخراب والدمار والفوضى، هم خرجوا لأجل إيقاف الفوضى. هذه المشاهد مشاهد من الفوضى، من الخراب، من الدمار، وهذه مسؤولة عنها الميليشيات التي ظهرت يعني سقطت أقنعتها ورفعت أقنعتها وبدت تمارس دورها بشكل واضح. والآن عندما تسأل أي إنسان عن هل هناك دولة في العراق أم يعني من يحكم العراق، الميليشيات أم أن هناك مؤسسات أم أنه، والواضح الجواب الميليشيات هي التي تحكم العراق. وصلوا إلى الحالة اتهام المتظاهرين بالحرق ويومية بيان، ووصلت إلى حتى المرجعية يعني تغمز المتظاهرين أنه لا تروحون عن السلمية، والناس يقول يا أبو إحنا سلميين وكل الدنيا شاهدة على سلميتهم، واحدة من أسباب انتصارهم ومن أسباب تعمقهم وزيادة سلميتهم هذه السلمية، ويقدمون دماء غزيرة من هذا الشباب الجميل في كل المناطق، في الناصرية، في البصرة، في الكوت، في النجف، في كربلاء، في بغداد، في كل الأماكن قدموا أجمل الشباب، يتهموهم بحرق هذه البناية بكذا بالهجوم على، وبالتالي الفيديوهات تظهر أنه مو هم، والعالم لا يصدق، وبيانات الأمم المتحدة والإحاطات الإحاطة التي قدمت من قبل الأمم المتحدة أثبتت وقالت أنه وبيانات كل الدول، وحتى من بينها بيان اللي صدرته السفارات الثلاثة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا يتحدث عن قوى ميليشياوية هي التي تفعل هذا وقوى تابعة للدولة، لأنه المتظاهرين ما عندهم هذه القضية، هم خرجوا ضد هذه الشغلة. اليوم تطور الموضوع، وتوقيته يوم الخميس توقيت مدروس،
التوقيت مدروس، سأقول لك لماذا. حاولوا بهذه الطريقة، واضح المتظاهرين وبيانهم، وصدر بيان قوى من الشرطة هي اللي قتلت هذا اللي ضرب، يعني استخدم الرصاص ضد المتظاهرين وبتمثيلية مرتبة، ودخلوا له إلى بيته وقتلوا الشرطة. والشرطة لأول مرة الشرطة تقتل أحد، السلمة إلى ناس، ليش السلمة؟ الشرطة يجب أن تأخذها وتروح توديها. أين واجبها القانوني؟ واجبها القانوني أن تأخذ هذه الجثة وتوديها وتتحفظ عليها وتعرف من وراها. شون السلمة؟ وليس أن تسلمها للمتظاهرين حسب ما يقال. إذن هناك تمثيلية مرتبة، ومباشرة ظهرت حبال وشد، هالقضية مرتبة. ومباشرة خرجت الألسن وخرجت تعليقات وخرجت أنه ذولا متظاهرين وذولا عبث، لأجل يوم غد، غدا المرجعية ستخطب خطابها وسيقولون أنه حذرناكم من قضايا غير سلمية. وهذا الكلام مراد به واضح جدا، مرتب لأجل أن يسحبون البساط، لأجل توطئة لما سيصدر فيما بعد أو لتصرفات فيما بعد، لكي يقولوا أن التظاهرات غير سلمية، واضح المخطط. لكن هذه ألاعيب صغيرة، ولاعيب يعني سبق وأن أنظمة دكتاتورية واستبدادية مارستها بهذه الطريقة، يعني مو جديدة، هذه مو جديدة، وهذه إيران تستخدمها كثيرا يعني، وهذه الأساليب موجودة. وعموما بغض النظر، هذه ساحة مفتوحة، تظاهرات كبيرة، المتظاهرين، حتى لو أردتم تتهمون المتظاهرين فلا يمكن اتهام التظاهرات والمتظاهرين. كم واحد اللي سووها ومن هم؟ طيب. حتى لو من يخيل له أن القضية لا مو الشرطة، وهي الحقيقة أن الشرطة وسلمته والوضع، وحتى لمن يقول أنهم مو الشرطة، فعليه أن يقول أنه هذا لا يشكل، لا يمثل، ما أدري إيش قد نسبة، لا تساوي يعني صفر، ما أعرف إيش قد من حجم المتظاهرين هذول السلميين اللي قدموا كل الدماء، قدموا كل التضحيات، الناس تقتل بهم والميليشيات تقتل بهم، لا أحد يتحدث، لم يصدر أي تعليق. اليوم كل التعليقات واضح وكأنه مؤقت توقيت، ما هذا الذي، طيب ما العالم قتلوهم لحد الآن، قدموا المتظاهرين يعني الحكومة ومصادرها تتحدث عن، وحتى الأمم المتحدة تتحدث عن 460 شهيد و 21,000 أو 19,000 يتحدث، والعدد أكثر من هذا الآن، 21,000 وأكثر من 21,000 بين شهيد وجريح. طيب. ما حد علق، لا أحد يتكلم، هذه قضية كلش طبيعية. المجزرة اللي حصلت يوم الجمعة من الميليشيات، لا أحد يتحدث. الكهرباء اللي تطفى الكهرباء تطفيها الدولة، لا مو القوى الأمنية اللي على الجسر اللي مساهمت وموقفت الميليشيات، لم يحدث هذا، كل هذا ما حد يتحدث عنه. لكن عن حادثة مرتبة بهذه الطريقة، يعني يريدون أن تقوم الدنيا ولا تقعد. وهذه القضية وكأنه هذا الاتهام، لا اتهام المتظاهرين، وهذه لعبة صغيرة مثل ما قال الأخ علي من التظاهرات. نعم. يعني محاولات لسحب البساط من تحت تظاهرات سلمية. كل الصورة وصورة بائسة، وتدين الطرف الآخر، لا تدين المتظاهرين. محاولات تشويه صورة التظاهرات في العراق، وهي محاولات واضحة مثل ما تحدث الدكتور رافع الفلاحي. سيد علي عزيز، يعني عمل يعني استهداف المتظاهرين، استهداف الناشطين، هناك فيديوهات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قتل ناشطين في التظاهرات السلمية في المحافظات الجنوبية وكذلك في العراق. استمرار عمليات استهداف الناشطين على هذا النحو على مرأى العالم كله، يعني هل أثر على زخم التظاهرات السلمية إلى الآن؟ كيف تصف لنا ردود فعل المتظاهرين تجاه ما يجري وتجاه محاولات سحب البساط من تحت أرجلهم، ووصف التظاهرات بأنها تظاهرات فوضى وانفلات؟ يعني هي الحكومة اللي تريد تقتل شعبها، حكومة مستوردة، حكومة مأجورة للخارج، فبالتالي يعني هذا الشيء معروف، الناشطين يقتلون كل يوم، يخطفون كل يوم، يعذبون كل يوم، لا أحد يتكلم، لا أحد يتفوه بحرف واحد. أين الجنات؟ أين القتل؟ زعماء الميليشيات يا أخي يظهرون على شاشات التلفاز ويهددون ويتوعدون، ونفس هؤلاء الزعماء بعد حادثة الوثبة، حادثة اليوم، كأنما التغريدة جاهزة مباشرة، يكبس ينشر،
كأنما كل شيء جاهز. سيدي نحن انتفضنا بسبب هذه الأمور، بسبب هذه الأحزاب، هذه الميليشيات، نحن منتفضين. قدمنا لحد الآن ما يزيد عن 600 شهيد، 600 شهيد. كل خميس نزف كوكبة من أبطالنا شهداء، وهذا شيء متقفز منهم على أي حال، والله العظيم. والله 6000 شهيد، نحن مستعدين ولا ننسحب ولا نعود حتى نحرر العراق من هذا، من هؤلاء، من هذه الزمرة الفاسدة القاتلة. شكرا لك، شكرا جزيلا سيد علي عزيز الناشط في التظاهرات لوجودك معنا في هذه التغطية. ينضم إلينا أيضا الأستاذ الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي العراقي. أستاذ حامد مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ حامد. كيف تنظر إلى محاولات تشويه صورة التظاهرات وسحب البساط من تحت أرجلها، وكذلك وصف المتظاهرين بأنهم منفلتون وأن هناك فوضى أمنية، لا سيما على لسان السياسيين وعلى لسان عوامل العملية السياسية العاملين في العملية السياسية في المنطقة الخضراء؟ شكرا جزيلا للاستضافة الكريمة. هناك مثل عربي يقول: رمتني بدائها وانسلت. هؤلاء هم ديدنهم الإرهاب والقتل وحتى التمثيل بجثث الضحايا أحيانا، وإن ارتكبت جرائم من قبل هذا الشاب اللي أعتقد كان مسلح وكان يعني مشكوك في قواه أو سيطرته على نفسه، وممكن يكون جدا أن يكون هذا العمل عمل مدبر، عمل يعني معد بسيناريو القصد منه هو فعلا الإساءة إلى شبابنا في ساحات الاعتصام وساحات الاحتجاج وساحات الثورة. لكن بدون شك شبابنا الثائر يبقى هو رفعة رأس العراقيين. منذ شهرين ولم يحدث أي شيء يسيء إلى هذه التظاهرات، وخصوصا بعد فشل واضح، وأعتقد وصلوا إلى نتيجة هؤلاء من الطبقة السياسية الفاسدة القابضة على السلطة إلى استنتاج وإلى إدراك وإلى يقين أنه يوم بعد يوم يعني موعد انتصار الثورة وهزيمتهم أو استسلامهم أمام إرادة الشعب العراقي ستتحقق بإرادة العراقيين أولا، وبتضامن كل دول العالم الآن معنا، كل الفعاليات العراقية وعوائل الشعب العراقي صغيرا وكبيرا الآن يتعاطف مع عملية التغيير الجذري اللي ممكن أن فعلا ينقذ العراق بشكل واضح بفترة زمنية قصيرة. لذلك مو غريب أن تلجأ هذه الميليشيات المنفلتة والسلاح المنفلت، وإحنا أيضا حذرنا منه دائما، كنا منذ سنين أن هذا السلاح سيجلب الويلات على الشعب العراقي، خصوصا وأن هذا السلاح أيضا حتى دخل إلى مجلس النواب بكافة بكافة انتماءاته. يعني شوف الآن تقريبا نقدر نقول أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب هم مشتركين في ميليشيات مشكلة من قبل الخارج، من قبل إيران، يعني العصائب وبدر وغيرها كلهم ممثلين الآن بمجلس النواب. فيعتقد أنه هم أو يعتقدون هم حصلوا شرعية برلمانية في انتخابات لم يشارك فيها أكثر من 20% من المنتخبين في الانتخابات يعني العام الماضي. ذلك لذلك الأمور أصبحت الآن واضحة، هزيمة تلو الهزيمة، وانكشفت زيف ادعاءاتهم بأنهم يمثلون الشعب العراقي. هم لا يمثلون بأي شكل من الأشكال غير إرادة المخابرات. يبدو أن هناك من يحاول خلط الأوراق وإدخال الثورة في مربع العنف لسحبها إلى حيث يمكن أن يراد هؤلاء أو يريد هؤلاء أن تتجه الثورة. دكتور رافع، يعني من وجهة نظرك
سامي العسكري العضو في حزب الدعوة تحدث عن أن المتظاهرين يطلبون شيئا غير موجود وغير منطقي، لا يوجد ديمقراطية من غير أحزاب، فعليهم أن يقبلوا بالديمقراطية كما هي، إما أن يقبلونها أو لا يقبلونها. وتحدث عن أن كل دول العالم الديمقراطية مقرونة بوجود الأحزاب، يعني كيف تنظر إلى هذا الموضوع وهو يتحدث عن الديمقراطية وكأن التظاهرات التي خرجت هي متبطرة على الوضع، متبطرة على النعيم الذي يعني وفرته العملية السياسية للعراق؟ دكتور سمير، واحدة من الأشياء المدهشة، نعم، اللي عليهم أن يعيدون التفكير بها من 17 سنة، من عام 2003 لحد الآن، خلي يقدمون كل ذولا، كل اللي بالعملية السياسية، خلي يقدمون نموذج واحد لعقلية واحدة تستطيع الكلام بمنطق وعقلانية ورؤية سياسية ومنطق حكيم. نتحداهم إذا عدهم واحد من كل هاي كتلهم، من كل هاي أحزابهم. إحنا عدنا يعني بآخر انتخابات يمكن 380 حزب شاركة، وهاي يعني ماكو بيش بالدنيا، والإحصائية تحدث عن 500 حزب وكيان. من كل هذه خلي يقدمونا واحد، شخص واحد يقولون هذا متحدث عقلية، مثل ما يسموهم منظرين ويسموهم مفكرين، خلي يقدمونا واحد خلي نشوف. الآن يقدمون واحد مثل سامي العسكري، يعتبر نفسه أيضا مفكر، ربما يتحدث عن ديمقراطية، إيه الديمقراطية يعني مثل ما يقولون هذا منطقهم. ترى البديل عنا الفوضى، البديل عنا نرجع للمربع الأول. أي مربع أول تتحدثون عنه؟ ما هي هاي القضية، ما القضية المربع الأول، المربع شنو هو المربع الأول؟ خلي يقول لنا، خلي يقولوا لنا هم شنو المربع الأول. المربع الأول بفوضى وبطائفية. طيب هم الآن في أي مربع؟ وهذا بفوضى، بطائفية، بفساد، بخراب، بعدم اتجاه، بماكو سيادة، ماكو استقلال. هل العراق خرج من عام 2003 لحد الآن من هذا المربع؟ يعني دعك من هذا هذه المشاهد، سووا انتخابات وكل انتخابات مزورة ولعب ومضحكة. هذه قضية، وآخرها انتخابات تحدث عنها الدكتور قبل قليل، 18% شاركوا بها، 82% من العراقيين ما شاركوا بها، اللي حق لهم التصويت ما شاركوا، وبال 18% اللي هي ميليشيات وقوة تابعة لهم وأحزابهم شكلوا هذه الحكومة، وقالوا هي الحكومة اللي راح تحل كل القضية، وبالتالي الآن هم يتهموا هاي الحكومة إنه مخش حكومة، هم نفسهم مو الشعب، الشعب هو مراضى عليهم كلهم. فبالتالي تفكيرهم غير منطقي، وضعيتهم غير منطقية. فإحنا البديل عنا مثل ما يقول سامي العسكري إنه قبلوا هاي الديمقراطية الموجودة. ليش هي بالعراق أكو ديمقراطية وأنت تتحدثنا عن ديمقراطية؟ وليش هي هذه الموجودة اللي أنت تسميها أحزاب؟ هي أحزاب؟ أحزاب هذه؟ أكو قانون الأحزاب يحكم هذه؟ شنو القانون من الأحزاب؟ أول فقرة بقانون كل الأحزاب بالدنيا أن يبين ماليته، من هو يعني، ما هي مصادر تمويله هذه الأحزاب؟ شنو مصادر تمويلها؟ الدولة تمويلها، خزينة الدولة، يبقون من الشعب، كل الأحزاب هذه الجتي، حزب الدعوة وكلها، من حزب الدعوة خلي كلهم جاءوا حفات. الآن شو يمتلكون كلهم كشخصيات بالعملية السياسية وأحزاب؟ ماذا يمتلكون الآن وماذا كانوا يمتلكون في عام 2003؟ ومين جتهم هذه الأموال؟ خلي يقولون، وهي أحزاب ديمقراطية وأحزاب سياسية، وشون تعاملت مع الشعب، وين وصلت العراق؟ والديمقراطية اللي تفترض بها قوى سياسية يعني، لو هذه الأحزاب الفاسدة لو ما نقدر نسوي، لا، الديمقراطية تصير بالعراق وأهل العراق. والديمقراطية مو انتخابات، هذا صندوق يعني تختصروها بصندوق الانتخابات، هذا مالكم اللي تحرقوه حتى لا حد يعرف، لا حد يشوف تزويركم، لا. الديمقراطية منهج حياة وإطار كامل وتصرفات ورؤى وتفكير وطريقة تفكير وطريقة تعاطي، وبالتالي بها أحزاب وقوى سياسية مو فاسدة، وطنية تسعى إلى عندها برامج، والناس تآمن ببرامجها وتطرح برامجها وتحاسبها على برامجها، وبعدين شرعية أي حكومة تشكل من هذه العملية الديمقراطية ومن هذه الانتخابات، شرعيتها شرعية الإنجاز، يحاسبها على الإنجاز، إيش قد أنجزت، انتهت. رئيس وزراء فنلندا قبل يومين استقال وعينوا واحدة صغيرة بنية، لأنه عمال البريد خرجوا عليها بتظاهرات، لأنه
رواتبهم وضمن منهاجه او ضمن برنامجه اللي قدمه خان هذا البرنامج، ما قدر يوفر يعني ما قدر يلبي هذا البرنامج او يطبق هذا البرنامج، انتهت، استقال خلال 48 ساعه، استقال، لا ذبح العالم ولا نزل ميليشيات ولا طلع الخز عليه يهددهم ولا شنو هالقضيه، ولا جابوا تمثيليه واحد وعلقوا وما اعرف منو تافات، قضيه غير شكل ابدا. الديمقراطيه نعم مطلوبه بها قوى سياسيه، بس مو هذه القوى السياسيه الفاسده، مو هذا البديل عنكم المربع الاول. الشعب هذا يعرف في اي مربع سيضع العراق وما يروح للفوضى، هو يريد يتخلص من هاي الفوضى، يريد يتخلص من هذا الضيم، هذا القهر، هذا الـ هذا الـ هذه الكارثة الكبيرة اللي شتت بها الشعب الطائفية بالفساد والخراب. صار الفساد ثقافة يتفاخرون فيها، يتخرجون على الشاشات يتفاخرون، يتفاخر الواحد منهم انه سارق، ليس فقط يتفاخر بالسرقة وانما يتفاخر بالقتل ايضا، ويتفاخر بالقتل ايضا، هذه ويتفاخر بانه قوي وعنده ميليشيات، وبعض الميليشيات الان يشتمون الناس، احنا ضد الفوضى، هو زعيم ميليشيا، هو مسؤول عن الفوضى، مسؤول عن القتل. في هذه النقطة دكتور اسمح لي ان انتقل للاستاذ الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، اذا كانت الولايات المتحدة هي من اسست للميليشيات ولهذا النظام الذي يحكم العراق، نظام الاحزاب، لماذا الآن يعني كموقف تتحدث عن ضرورة وقف قتل المتظاهرين السلميين على يد الميليشيات في حين هي من جاءت بهذا النظام الفاسد إلى العراق، والذين خرجوا العراقيون خرجوا بتظاهرات سلمية لإسقاطه؟ لا، هو شوف الـ احنا اذا رجعنا للتاريخ القريب، يعني في 2003 او اللي قبل في مؤتمر لندن في نوفمبر 2002 كانت الامور يعني اخذت منحى اخر، منحى هو تجميع القوى العراقيه المعارضه، يعني اللي مثل ما يقولون اتخذت موقف من النظام السابق، ان تجمع لتأييد مشروع امريكي. بالتأكيد المشروع الأمريكي دخلت أيضا إيران على الخط، فالسلطة اللي سلمت باعتبار هناك أغلبية وأكثرية وتكوينات عراقية مختلفة، اتفقوا الأطراف الثلاثة على أن تكون هناك ثلاث أطراف رئيسية اللي هم نعم دكتور حامد تسمعوني؟ السلطة. نعم. هذه الحقيقة. ألو، نعم أسمعك دكتور، تفضل أكمل. هذه الحقيقة استغلتها إيران بشكل واضح، لأن يبدو أن هناك خللا في الاتصال بالدكتور حامد الصراف. سنعاود الاتصال بالدكتور حامد مرة أخرى. دكتور رافع، يعني زعماء الأحزاب والكتل والميليشيات كله، يعني الغريب في الأمر أنهم يؤيدون التظاهرات وهم ضد انتشار السلاح وضد سطوة الميليشيات، يعني هم يؤيدون التظاهرات وضد كل هذه المظاهر التي خرج المتظاهرون السلميون للتنديد بها ولإسقاطها. يعني ألا ترى أن هناك تناقضا، البعض يقول يسميه أنه ركوب لموجة التظاهرات من أجل محاولة سحب البساط من تحت أقدامها، والبعض الآخر يذهب إلى اتجاه آخر؟ من عام 2003 لحد الآن لم يشهد بلد في الدنيا تناقضات مثل العراق، لم تشهد الساحة السياسية، ساحة العراق عموما وسط السياسية، تناقضات مثل ما شهد العراق الحقيقة، وهذه يعني مدبرة ومرتبة ومعدلة، هذه التناقضات شيء ونقيضة، شيء ونقيضة، ويأتون بالصيف والشتاء على 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 سطح واحد، هذه يعني معدة مسبقا. وهذه الحالة اللي حضرتك تشير لها ليست جديدة، يعني قبل فترة في زمن يعني في حكم العبادي وقبلها في المالكي طلعت التظاهرات، وطلعت الأحزاب الحاكمة والقوى تطلع تنضم إلى التظاهرات، وأعضاء البرلمان يطلعون ينضمون إلى التظاهرات. طيب ذولا أنت تسأل نفسك، طيب الشعب ضد من يتظاهر؟ هو يتظاهر ضد الفاسدين، والفاسدين هم جاءوا يقولون احنا منضمين للتظاهرة مع الشعب ضد الفاسدين،
من الفاسد الان؟ ربما الفاسدون هم الطرف الثالث. يا من الفاسد الان؟ هاي اللي قلنا هاي فيلم الطرف الثالث الان، يعني هاي جديده اخترعوها لانه راح يواجههم نفس السؤال. ففعلا قالوا هذا تطور نوعي، خلني نلقى الطرف الثالث. هذا الحديث عن الطرف الثالث، والان الطرف الثالث يطلع واحد من هم المنظرين، منظرين امنيا عسكريا ما اعرف. الطرف الثالث هو الطرف الامريكي، طرف امريكا والفاسدين اللي امريكا ترعى النموذج الفاسد. اذا كان هذا الوضع، اذا كل هذه القوى اللي تحكم العراق انت حكمت عليها وانت منهم بالفساد، لان من جاء بهذه المجموعه كلها اللي تحكم العراق امريكا. امريكا طبعا القطار الامريكي هو اللي جابهم، جت ورا الدبابه قبل الدبابه، مضحكين هم بالحديث عن هذا الموضوع. فجيتوا انتوا يا الامريكان والامريكان جابوكم، وامريكا حمتكم 17 سنه تحميكم وما زالت قواعدها تحميكم وتحمي هذا، وما حد يقدر يتحدث للحد اللي وصلت. يعني ممثلي امريكا قبل اشهر لا يقبلون حتى بالامم المتحده ان تستمع للامم المتحده من اي طرف كان الا من الحكومه العراقيه، وتؤمر السفراء في كل الامم المتحده لا تستمعون من احد بس استمعوا من العراق، من الحكومه العراقيه. اذن هي من والامريكان هم اللي اسسوا هاي العمليه السياسيه، واللي اسسوا لكم مجلس الحكم وبريمر حكمكم وسوى لكم هذا الدستور وظلوا مصاحبيكم لحد الان. هذه القضيه. اذا انت تحكم على كل قوى العمليه السياسيه الحاكمه للعراق وميليشياتها انها امريكيه فاسده، لان مو شعب امريكي. انت تحكم، انت تتكلم عن الشعب العراقي. اذا الشعب العراقي امريكي، خوش رؤيه عندك وخوش عبقريه وخوش تنظير. يعني موضوع غريب عجيب. فبالتالي هاي الميليشيات نفسها اللي تشتم الشعب، اللي يعني تؤيد التظاهرات، هي نفسها اللي تقتل الشعب. هو من يقتلهم؟ يعني من يقتل المتظاهرين؟ من يتهمهم بانهم بعثيه وهم كلهم شباب ما يعرفون لا حزب البعث ولا يعرفون احد ولا يحزنون، وجابهم على الشغله هاي؟ من يتهمهم دواعش؟ من يتهمهم فاسدين؟ من يتهمهم شغب؟ منو اللي يعني منو اللي اتهمهم هذا وهم مخيره الناس؟ منو اللي قتلهم؟ منو هذا الطرف الثالث؟ وصلوا الى نتيجه الطرف الثالث متهمهم، الطرف الثالث هي ميليشياتهم وهم الدوله. فقال لك خوش خلهم فرها. الطرف الثالث هي امريكا، لا مو ايران ولا هاي الاحزاب التابعه لها ولا القوى، لا لا لا، هي امريكا والفاسدين اللي يأيدون مشروعها. منو مشروعها؟ وين مشروعها؟ منو أيده؟ الشعب العراقي أيده؟ هذا 17 سنه يعاني والقهر يعني اكله والكارثه تاكل من حياته، وبالتالي طلع يتظاهر مئات المرات وصولا الى هاي ثورته واللي قدم بيها من اجمل الشباب العراقيين الحلوين، شباب الصغار ذولا اللي طلعوا ينادون بالوطن قتلتوهم بطريقه العصابات ما تسويها، حتى العصابات الاجراميه ما تسويها، ما عندهم ايش قابليه. وشفنا المشاهد امامنا، حتى قنابل الغاز شلون وجهتوها وشلون تضربوها وش بيها من غازات، وناس تتحدث عن طرف ثالث واحنا ما مستوردين سلاح، وهذا يقول له انت مستورد، والميليشيات تتهم وزاره الدفاع والدفاع تتهم ما اعرف منه، وبالتالي يقطعون الطرق وتدخل الميليشيات تقتل الناس وتسحل وتذبح وتخطف، والخطف ماشي والاغتيالات كلها ماشيه، ويتحدثون عن دوله. ويطلع عادل عبد المهدي يتحدث يقول هاي عصابات خارج عن القانون. شنو عصابات خارج عن القانون؟ نعم انتم دوله وعندكم مليونين جندي وعسكري وثلاث اربع موازنات العراق خليتوها لتاسيس جيش وقوى امنيه، وعندكم 17 جهاز امني. نعم. يتحدثون احدى القنوات التابعه لهذه الاحزاب تحدث عن الطائره اللي قالوا هذه الطائره المسيره اللي جاءت وضربت بيت مقتدى الصدر، قال جاءت من الرمادي. من الرمادي هم من الرمادي طيب اذا انت قادر صناعة حديثة برمادي. نعم اذا انت قادر ان تكتشف هذه الطائره من تدخل من الرمادي، طيب ليش ما تكتشف ان ذول السيارات من طلعت، ذول من ام صعب جدا، هذا القناص وين راح؟ يعني شنو القابليه هاي الغريبه عجيبه؟ نعم. ابقى معي دكتور لو سمحت. عاد الينا دكتور حامد الصراف. دكتور حامد مرحبا بك مره اخرى، تسمعني الان؟ اهلا وسهلا. نعم دكتور حامد، إذا كانت أمريكا المتحكمة بالمشهد السياسي في العراق منذ عام 2003 وهي التي أسست المنطقة الخضراء والعاملين فيها وجعلت السفارة في العراق أكبر سفارة أمريكية في العالم
وهي متحكمة بكل السياسيين، متحكمة بكل المشهد. ومثل ما تفضلتم، حتى وإن كانت الانتخابات مزورة أو لم يشترك فيها العراقيون، أيضا بقي هذا النظام يسير وفق ما تريد أمريكا. لماذا الآن الموقف الأمريكي فقط هو مقتصر على حث الحكومة أو حث الميليشيات أو تحذير الميليشيات من عدم قتل المتظاهرين، في حين أنها داخلة إلى الكوع مثل ما يصف البعض في المشهد العراقي، وتستطيع أن تسقط هذا النظام وتأتي ببديل؟ يعني هذا السؤال أو هذا الأمر يجعلنا نطرح، هل تريد أمريكا العراق شلالا دائما للدم؟ لا، شوف، خلينا نكون واقعيين. الأمريكان، أنا قلتها أيضا على قناتكم الكريمة سابقا، كل العالم، كل القوى الكبرى والأمم المتحدة وحتى الدول الإقليمية تحب الشعب القوي الحي، الشعب اللي قرر مصيره بنفسه، ما تلتفت إلى أنه شنو اللي يحدث. أنا بالمناسبة خلي بس فقرة أضيفة صغيرة، كل الاختطافات والاغتيالات اللي تمت والتغييب الآن موجود أيضا على قدم وساق من قبل الميليشيات، هذه عملية مرتبة من قبل إيران، عندهم خبرة، الباسيج والإطلاعات والمخابرات الإيرانية هاي خبرتهم متراكمة طيلة 40 سنة وما سبق. هذه تتركز الآن بالعراق لأنه هو خط الدفاع الأول لهم بالنظام الإيراني. أما بالنسبة للأمريكان، الأمريكان شافوا هذه الثورة ودايخين بها بالمناسبة، حائرين أنه هذا الشعب اللي طار ل 17 سنة صامد بهذا الشكل على طبقة سياسية فاسدة، أن يثور بهذه الطريقة. ما يعرفون الشعوب الحية شنو إمكانياتها وقدراتها، لذلك تفاجأ العالم الآن. ما أريد أن أقول لكم ساكتين أو ما يتخذون موقف أو مواقفهم السابقة، هم ممكن يكونون أفضل مورطين هذه الطبقة السياسية، تاركيها أن تعبث بمقدرات البلد وتقتل شبابها، وهو طبعا بالنسبة لهم أفضل وسيلة لإسقاط أي طبقة أو أي دولة هي عملية توريطها. يعني هذه سياسة بريجنسكي في نهاية الحرب العالمية الثانية بال 1945 انتهجت أمريكا هذا الأسلوب ضد الاتحاد السوفيتي السابق وضد أنظمة كثيرة بالمنطقة في الشرق الأوسط وفي أوروبا، حتى يعني مثل ما يقولون تفكيك الاتحاد السوفيتي وتفكيك يوغوسلافيا أيضا مشت بهالاتجاه. لذلك مو يهمني الآن أمريكا شو تريد، ولا يهمني العالم شو يريد، أنا شنو أريد؟ احنا كشعب شنو نريد؟ نريد ان نقضي على هذه الطبقه السياسيه الفاسده. نعم، ولكن امريكا ايضا يعني سلمت العراق الى ايران، والنفوذ الايراني صار بفضل الاحتلال الامريكي. دكتور حامد الصراف، اسمح لي فقط ان انتقل للدكتور رافع. دكتور رافع، يعني الاحزاب غالبيه المحافظات الجنوبيه خرجوا بتظاهرات ضد الاحزاب، ضد الميليشيات، ضد الفاسدين. البعض يتحدث من داخل العملية السياسية، يتحدث عن أن 6 مليارات دولار خسر العراق نتيجة فقط 6 أيام من التظاهرات بإيقاف العمل في ميناء أم قصر لوحده. فانظر إلى حجم الإيرادات والأموال التي تدخل إلى العراق، وانظر إلى حجم الفائدة الكبيرة بمليارات الدولارات لصالح السياسيين في المنطقة الخضراء الذين يصفون التظاهرات بهذه الأوصاف بأنها فيها وفيها، على لسان الشابندر وغيره. يعني لماذا خرجت فعلا؟ لو تضعنا على الأسباب الحقيقية لخروج تظاهرات في المحافظات الجنوبية تحديدا في العراق ضد الأحزاب، ما هي الصورة الحقيقية؟ لا، الصورة الحقيقية الشعب كله يعرفها، لكن ربما هذه القوى الحاكمة في العراق تستغرب أن الشعب ليش، لأنه هي شعارات لديها، شعارات يعني الحسين منهجنا في بناء الدولة والإنسان، وشعار كذاب وما لهم علاقة بالحسين، والحسين براء منهم. يتكلمون عن المظلومية وهم ظلموا الناس، لم تمر فترة مظلمة بتاريخ الشعب العراقي طوال عقود، يعني قرون من حكمه، مثل هذه الفترة التي ظلم فيها الشعب العراقي، واللي كانوا يتحدثون عن حاضنة، جئنا من أجل المظلومية. خلنا نتحدث بشكل واضح جدا، رغم أنه هذا الشباب الواعي الجميل
تجاوز هذه المرحلة، تجاوز هذه الطائفية، لكنهم يتحدثون أنه حاضنتنا الشيعية، إحنا جينا ماذا حققتم لحاضنتكم الشيعية؟ خلي هم مجلس النواب الآن، هذا ما يسمى مجلس النواب، يتحدثون بأرقام وهي أقل من الواقع بكثير. يوم أمس كانوا يتحدثون حجم الفقر في محافظة المثنى 52%، تحدثون وهو أكبر من هذا بكثير. حجم الفقر في الديوانية 48%، حجم الفقر في النجف وكربلاء اللي هي محافظات اللي بها السياحة الدينية من أعلى ما يمكن، وهي محافظات صغيرة وأهلها يفترض في بحبوحة، هذه كل السياحة الدينية اللي تجي حجم الفقر عندهم 17 و16% و18%، هكذا يتحدثون. طبعا الأرقام أكبر من هذه بكثير بكثير. في البصرة، هذه مدينة البصرة، هذه البصرة الجميلة وأهل الأروع ما يمكن من أهل العراق الجميلة. قبل البصرة الميسان يتحدثون عن 48% حجم الفقر، فقر يعني الناس، هذا الفقر تحت خط الفقر، ذولا يأكلون من المزابل حش العراقيين. أنا أتحدث عن البصرة، هذه مدينة خربة، هذه البصرة اللي تصدر كل النفط، فلماذا لا يخرج الناس؟ إذا كان حتى هذا نتحدث عن فقرة واحدة الفقر، أما مصادرة الحريات، أما الأمية، أما الخراب، الأمراض، عدم تقديم الخدمات، احتقار الناس، الميليشيات، التحكم، وظائف ماكو، البطالة في أعلى ما يمكن، وبالتالي أنت تتحدث عن كل العراق، هذه الكارثة تعم كل العراقيين، هذه ما بيها أبيض وأسود وسين وشين وكاف وعين، ما بيها، كل العراق من شماله إلى جنوبه تعرض لهذه الكارثة، والعراق كل شعب العراق يدفع هذه الثمن، هذا الكبير لهذه الكارثة. هؤلاء ليس لهم علاقة بما يحصل، يعني جاءوا حفاة والآن يمتلكون أرصدة، يمتلكون يعني ممتلكات كبيرة في أوروبا وفي العالم كله، ومدخرات عالية جدا، والشعب فقط اللي إن البطالة الآن قد وصلت الى نحو 60-65%. هذا الامر الامراض في كل الحاله، الاميه 7 ملايين 8 ملايين 10 ملايين عراقي، اكثر من 10 ملايين 12 مليون، لان وزاره التخطيط تتحدث عن 38% تحت خط الفقر، فاكثر من 12 مليون ياكلون من المزابل من العراقيين، وهذا البلد بهذه الموازنات حضرتك تتحدث عنها، اللي يقولون 6 ايام 6 مليارات، طيب وش مستفاد من هذا الشعب العراقي؟ خلي توقف هذا النفط، خلي توقف كل تصدير النفط، لأنه ما فائدة هذا النفط إذا كان يعني لا يغير في حياة العراقيين؟ هناك أهل العراق، شباب العراق يروح يذب نفسه في البحار، هذه غالبيتهم يذبون نفسهم في البحار حتى وصل لأوروبا، ويغرقون كثير من عندهم. لحد الآن إحصائيات الأمم المتحدة، العراق ثاني بلد بالعالم شباب يقدمون على الهجرة إلى الخارج، ومن غير أن يخرج ويعرض نفسه للخطر العسكري. الأخطار موجودة أصلا في العراق، أكثر من 600 شهيد سقطوا بسبب تظاهرات سلمية إلى الآن. وردنا يعني خبر عاجل توا، منظمة Human Rights Watch تحدثت عن أنه في تقرير لها لابد من تحرك عاجل لإيقاف عمليات قتل المتظاهرين السلميين الآن، وأن حكومة عادل عبد المهدي أو هي عندما لم تمنع إلى الآن العنف ضد المتظاهرين، هذا حسب ما ورد في العاجل في تقرير، آخر تقرير لمنظمة Human Rights Watch. دكتور رافع، كيف تعلق على ذلك؟ يعني سابقا لاحظ قبل 2003 هذه القوى الآن تحكم العراق، واللي يعني تحدث ضيفك الدكتور الصراف قال قوى المعارضة، وأنا لا أسميها معارضة، لأنه يعني إذا هذه كانت قوى معارضة مصيبة كبيرة جدا. هذه كانت القوى، مثلا العفو الدولية عندما تصدر، من أجمل ما يمكن العفو الدولية، لكن عندما تصدرت العفو الدولية كم بيان أدانت به عمليات انتهاك حقوق الإنسان، قالوا إنه هذه العفو الدولية، هذه نفس الأحزاب قالوا إنه هذه مخترقة، وهناك من يؤثر عليها وذممهم مشتريها، وكأنه الوضع وردي بالعراق، ولا أحد يتكلم عن العراق، لأن وضع، وهو فعلا هم كانوا يعتقدون هكذا، يعتقدون أن العالم كله، وهذا ما حصل، مو يعتقدون، هذا ما حصل طوال 17 سنة، العالم كله يحمي هذه التجربة البائسة. من يتحدث عن هذه التجربة الآن؟ خلينا نضع على الطاولة، من يتحدث؟ العالم كله، دول الأقليم كلها صامتة، دول العالم كلها ترى في العراق مشكلة قد انتهت،
هذا الشباب الجميل الرائع هذا بثورته جاب العراق من الظلمة وضع تحت الضوء وقال لهم تعالوا شوفوا لا. شوفوا الكارثة اللي يعيشها أهل العراق من 17 سنة لا. فالعالم دهش، البعض دهش والبعض يعرف هذه الحقائق لكنه كان يتجاهلها لمصالحه الخاصة اضطر أن يعترف بها، ومنها أمريكا وبريطانيا وغيرها كثير من الدول تعرف هذه الحقيقة وتعرفها وتعيشها، لكن مصالحها وهي تريد هذا النموذج البائس بالعراق، هذا الضعف اللي موجود الدولية. نعم، اسمح لي أن أنتقل للدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، المصالح الدولية هي من يحكم العالم، ولكن ألا ترى أن الآن تصاعدت لهجة التعاطف مع المتظاهرين السلميين الذين يسقطون ما بين شهيد وجريح على أيدي الميليشيات في العراق؟ في آخر تقرير لمنظمة Human Rights Watch حذر من عمليات أو استمرار القتل الوحشي ضد المتظاهرين السلميين في العراق، كيف تقرأ ذلك؟ هو من البداية أنا أيضا في قناتكم أكرر الكريمة أيضا ذكرت هذه، يعني Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية يعني Amnesty International صدرت بيانات عديدة حذرت من أن هناك حمام دم في العراق يجب إيقافه قبل حتى استقالة حكومة عبد المهدي. ولكن إلى الآن لم يتوقف حمام الدم وعمليات القتل مستمرة. هذا هو صحيح، هذا صحيح، هو لذلك إحنا نقول أنه هذه ردود الأفعال غير كافية من قبل المنظمات الدولية، يجب أن يكون هناك فعلا عمل ميداني تطبيقي عملي يصل إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار واضح. هذا القرار يجب أن يقصي هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي جيء بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأشرفت عليها إيران. يجب أن يكون هناك قرار يمنع إيران وميليشياتها من الصول والجو في حياة العراقيين والقتل والاغتيالات والاختطافات، وحتى وصلت إلى بالمناسبة ترى حتى التسقيط السياسي الشخصي الآن في ساحات الاحتجاج واضحة، الآن حتى بدأوا يشككون، يريدون هاي الأنظمة هذا عفوا الميليشيات تشكك حتى بالشخصيات الوطنية البارزة. يعني الموقف الأمريكي دكتور يعني لا يختلف كثيرا عن الموقف الأممي، أيضا هناك مطالبات ودعوات لإيقاف قتل المتظاهرين في العراق، رغم أن هذه الدعوات لم تجد أي خطوات عملية اتخذتها الولايات المتحدة. إذا تسمح لي يعني شوية أشير إلى بعض الأمور المهمة. العراق مثل ما نعرف أنه كان تحت الفصل السابق، ثم غيروا يعني الالتزامات الأمم المتحدة إلى الفصل السادس. الآن ترى الخطورة الأكبر ولو بتفسير معين هو يمكن إنقاذ إلى العراق، أن يعود العراق إلى الفصل السابع بقرار من قبل مجلس الأمن الدولي. إذا تمت الآن القناعة أعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن من أن العراق يتعرض إلى تدخل بخروقات واضحة وبإبادة جماعية من قبل أي دولة أخرى خارج الأمم المتحدة، خارج مجلس الأمن، وخصوصا إيران، يعني لأنه ميليشيات إيرانية تمثل الآن هي وسيلة القتل المستباحة الآن في الشارع العراقي. نعم. حفاظا على سلمية. شكرا لك دكتور. نعتذر منك دكتور حامد الصراف لضيق الوقت. أخيرا في أقل من دقيقة دكتور رافع، هل تتوقع فعلا أن يكون هناك خطوات عملية، مثلا أن يستصدر مجلس الأمن قرارا لصالح التظاهرات السلمية في العراق، تدين الحكومة وتوقف على الأقل الميليشيات المدعومة من إيران؟ صدر هذا القرار أم لم يصدر؟ وصدور هذا القرار مقرون بشيء، مقرون بهذه الثورة. هذه الثورة من جاءت بالعالم كله والأمم المتحدة، موقف الأمم المتحدة معروف ضد العراق، يعني معروف كان كيف موقف الأمم المتحدة من العراق من سنوات طويلة، من عقود طويلة. من جعل موقف الأمم المتحدة والعالم كله يتغير بهذا الشكل اللي تتحدث عنه حضرتك هي هذه التظاهرات، هؤلاء الشباب تضحياتهم بثباتهم باستقتالهم على تحقيق أهدافهم برؤيتهم الواضحة بسلميتهم بنقائهم بعراقيتهم،
هذا اللي جعل العالم كله يحترمهم وينظر إليهم بهذا الشكل ويراهم بعين أخرى، وهم من سيجعلون العامل الدولي يتفاعل أكثر وأكثر، وربما الأمم المتحدة وربما تدول حتى قضية العراق بسبب هذا الثبات، بسبب هذه الثورة، وهذه الثورة ستنتصر والعالم كله سيأتي منصاعا إليها ولخدمتها، لأنه بالتالي أنت أمام يعني الآن فرزة شعب وسلطة، سلطة عملية سياسية مهما فيها من أحزاب وقوى وميليشيات وقتل وعصابات، وبالتالي أنت أمام حالتين، من مع من سيقفون؟ بالتأكيد مع هذا الشعب الحر، الشعب اللي قدم التضحيات ويوعد بتقديم كل التضحيات من أجل وطنه، من أجل حريته، من أجل استقلال بلده، من أجل الحاضر والمستقبل. وهذه هي القضية، لأن هؤلاء جاءوا بالظلام، دخلوا العراق بنفق أظلم لا يمكن الخروج من عنده، نفق طائفي، نفق فيه فساد وفيه خراب وفيه ميليشيا، فيه ارتهان لإرادة الخارج، فيه كل شيء معيب، وهذا أهل العراق لا يرضون به. لذلك خرجت هذه الثورة، وخرجت على أكتاف وعلى رؤوس الشباب العراقي الجميل اللي ضحى وما زال يضحي بدماء أو بأرواحة من أجل هذه الأهداف السامية. في ختام والله يوفقهم. في ختام هذه التغطية أشكر ضيفي في الاستوديو والكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، ونشكرك شكرا جزيلا الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث العراقي، وشكر موصول أيضا للأستاذ السيد علي عزيز الناشط في التظاهرات من بغداد. كنا معكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية لأحداث ثورة تشرين ضد الفساد والنظام الفاسد في العراق. تقبلوا مني أطيب تحية، وإلى تغطيات أخرى، في أمان الله.